مرحب مجددا في كل المشاهدين. وصلنا لآخر فقرتنا والفقرة الفنية. للموهبة روح وقدرة تحميها، للموهبه ايضا اشخاص مؤمنين بها. يعني اليوم راح نرحب بضيوفنا الاخوين جهاد ومحمد جردات اللي متمسكين ايضا بآلاتهم الموسيقيه الرائعه. يسعد صباحكم. كيف اصبحتوا؟ الحمد لله. شكرا كثير لكم على وجودكم معنا اليوم من داخل الاستوديو. بدايه بدنا نتعرف عليكم اكثر، جهاد ومحمد. محمد هو الاخ الاكبر، صحيح؟ ومحمد كمان انت انهيت دراسه في الموسيقى. جهاد هلا اكثر مهتم بالموسيقى، وجهاد طالب في الصف التوجيهي. اكيد نتمنى لك التوفيق هذا العام. تعرفونا اكثر عن حالكم. محمد، تحكي لنا ايش درست وقديش صار لك بتعزف على آلة العود؟ طبعا انا بالبدايه بقدم جزيل الشكر للتلفزيون الفلسطينيه اللي اتاحت لنا الفرصه بالمشاركه. طبعا بالنسبه لدراستي بالموسيقى، انا يعني كانت عندي الموهبه من انا صغير، فيعني اهلي شافوا انه هاي موهبتي، اني مثلا بطبل ايقاع وبغني، فحاولوا انهم يساعدوني. طبعا ابوي بيعزف عود انا كمان. الله يخلي لك، عائلة موسيقية يعني. فيعني انا ماخذ الموهبة من والدي، وحاولوا انه يعني امي وابوي ونجحوا بهاي المحاولة انهم انا وجهاد نكون في دراسة الموسيقى بشكل جيد يعني. والحمد لله يعني نميناها بشكل. ودرستها انت عمليا كمان، صحيح؟ انا اول شيء ما درستهاش، اول شيء كانت عندي موهبة على الاورج والايقاع. بعدين صرت اعزف عود، ف ابوي عشان مش مكمل عود حاول، يعني حابب انه انا اخوض المجال، اكمل المجال عنه. فدرست يعني عود في المعاهد وفي الحمد لله يعني كان شيء مرتب. جهاد، انت اخترت ايقاع، بتميل اكثر للايقاع، تحكينا كيف اخترت هذا النوع من الموسيقى ايضا؟ اولا يعني الايقاع بالنسبه لي اخترتها غير يعني عن عائلتي متمسكين بالآلة العود، يعني ابوي ومحمد متمسكين بالعود، فانا كان عندي ميول اكثر للايقاع. درست هالايقاع يعني عن اكثر مجال، اخذتها زي مجال لي موهبه. فدرست الايقاع في المعهد حوالي 13 سنة، ومارست الموهبة يعني أكثر من مرة وحبيتها، يعني عشت معها. وهذا كثير مهم، صحيح؟ في الموسيقى أنت إذا بتحب الآلة اللي بتعزف عليها رح تضل مستمر فيها وتطور حالك. طبعا. طب بدنا تسمعونا إشي قصير ونرجع نكمل الأسئلة ونقاش معكم، إيش كنت تسمعونا؟ أوكي، يعني هاي مشكلة قصير بس. لا، ما عندناش مشكلة. سمعكم إشي. يعطيكم ألف عافية. عادة بتعزفوا مع بعض محمد وجهاد، بتعملوا أشياء مشتركة؟ إحنا يعني كل يوم هيك بنحب نسلطن على الساعة 8 بالليل المساء، هيك إحنا وعائلتنا.
يعني نيالكم ما فيش نيال جيرانكم ونيال اصدقائكم، فيش عنا ضغوطات يعني من قبل العائله او الجيران او شيء. طيب ممتاز. بالمستقبل ايش بتفكر محمد، وين بتحب تتطور؟ انا بدي احكي لك شغله. اول شيء بالبدايه انا بغني بس، ولكن انا يعني في كثير فنانين وبيغنوا في هالبلد، بس ولكن انا بحب اغني ومعي آلتي، يعني اغني واكون متمسك بآلة العود اللي تكون معي، تكون ملازمتني، لانه خلص بحب اتميز بهاي الشغله. مثلا محمد جردات بيعزف وهو معاه آلة العود، ما بيعزف ما بيغني على المسرح. اوكي بحب اغني على المسرح لحالي، بس ولكن بحب اتميز بهاي الشغله. فعلا اداء كمان رائع. يعني جهات تحكي لنا اكثر، وين حابب تشوف حالك بالايقاع؟ بتحب تكمل اكثر وتختص في هذا المجال؟ طبعا انا عم برتب لبرنامج بعد التوزيع ان شاء الله، عم برتب برنامج اني انا حافظ 25 ميزان على مستوى دولي يعني، وان شاء الله راح اكمل يعني. والطبل يعني تعرف الموسيقى بحر والايقاع كمان بحر، الايقاع بحاله بحر، في افريقيه في ما يعني. فان شاء الله انا حاب اخوض كل التجارب، وحاب اني اوصل لاخر درجه او لاقصى درجه اني يعني امارسها، واصير يعني اوصل صوتي لكل العالم انه زياد فنان بكل معنى الكلمه، وانه يعني درس الايقاع يعني من صغره، من منذ الصغر، وبدي انميها بشكل يعني موهبه، موهبه عامه يعني، موهبه عامه بسموها. فبدي انميها بشكل اني مارستها من انا صغير، ولا يعني بعد يعني لهلا عم امارسها. بتمنى لك اكيد كل التوفيق. محمد يعني تحكي لنا اكثر، مين الاشخاص الملهمين لك في هذا الطريق؟ يعني بالتحديد كل واحد بيختار طريق بده يطور حاله فيه، دائما في صعوبات، دائما في اشخاص بيخلوه يكمل. بالنسبه لك مين الاشخاص الملهمين اللي بشجعوني يعني؟ صحيح. والله انا من الاشخاص اللي بشجعوني فنيا يعني اول شيء والدي ووالدتي. طبعا يعني في كتير يعني في ناس يعني في ناس بيشوفوني اني بعزف بيحكوا لي كمل بهي الطريق مثلا. بوجه شكر لاستاذ خالد صدوق، هو يعني كان يشجعني يعني، كنت انا بالحصه معاه احس حالي زي صاحبه صديق اصدقاء يعني، مش استاذ وطالب. كنا نغني مع بعض نعزف، فهو بشجعني كمان. جهاد تحكي لنا مين الاشخاص انت كمان اللي بيعنوا لك كثير وبيخلوك تكمل، بعطوك طاقه انه تكمل؟ والله انا يعني اهلي بالاول شيء يعني، وبعدين يعني اقراني اللي هم اصدقائي يعني، كثير كنت يعني اروح عندهم نعمل هيك شيء بروفا، فيعني كثير كانوا يحكوا لي جهاد ما توقفش الايقاع، الايقاع لانه هو يعني المصدر الرئيسي يعني لكل الالات لكل الفرقه. فيعني كثير كانوا يشجعوني اني اكمل هالطريق، وكمان استاذي بوزي تحية استاذ ابراهيم فروخ كان كثير يعني يهتم فيي، ويعني هو اللي وصلني لهذا المشوار. واحنا اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، ومن هون بنحكي قديش مهم انه كمان في اشخاص يكون داعمين للاشخاص الموهوبين بهذا المجال، وانتم فعلا يعني في ابداع رائع. بتمنى لكم كل التوفيق. بنعرف اليوم كمان عندكم برنامج، عندكم فعاليات كثير مختلفه، خاصه انه جهاد كمان عنده ترتيبات، هو مشارك كمان في مخيمات صيفيه مختلفه، وايضا عندك كمان امتحانات توجيه. بتمنى لك اكيد التوفيق. بنسمع منكم معزوفه اخيره، وهي ممكن تاخذ فيها راحتك محمد، ولكن كمان بدنا نحكي للمشاهدين انه احنا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بنشكر كل الضيوف اللي شاركونا واثمروا اليوم هذا اللقاء. بالتاكيد بنلتقي فيكم بكره الساعه 9، وبنترككم مع محمد وجهاد اللي امتعونا وكان ختامها مسك حلقتنا بوجودهم. بالتاكيد تفضلوا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
الجمال.